السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صغاري، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نتابع اليوم دروسنا في درس جديد من سلسلة الدروس عن بعد مع الوعد الخامس من جلال غابة الأسبوع الرابع. واليوم مع مكونات الباء درس حذف اللام في الأسماء الموصولة تثبيت. فبعد أن تعرفنا على هذا الدرس في حصة سابقة، لا بأس أن نتذكر ما تعلمناه معا. فقلنا على أن الأسماء الموصولة التي تبتدئ باللامين هي اللذان واللذين للمثنى المذكر، اللتان واللتين للمثنى المؤنث، واللائي واللاتي واللواتي في جمع المؤنث. أما بالنسبة للذي والتي والذين، الذي يستخدم للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث والذين لجمع المذكر، فهذه الأسماء الموصولة لامها تكتب بلام واحدة فقط، لا تكتب بلام. إذا ملاحظة، لا يجوز اجتماع ثلاثة لامات في الأسماء الموصولة التي تبتدئ بلام، يعني في حالة اللذان واللذين، واللتان واللتين، اللائي واللاتي، واللواتي. إذا لا يجوز إضافة لام ثالثة، أنا لامين كافية. إذا الآن بعد تعرفنا على هذا التفكير البسيط لما تعلمناه خلال الحصص الماضية، سنقوم الآن بالتعرف على تمارين التثبيت المطالبون بإنجازها عرض فاتر دروس عن بعد. بالنسبة للتمرين الأول، أكتب الاسم الموصول، أكتب الاسم الموصول المناسب في الجمل التالية. إذا لدينا فقرة، علينا أن نبدأ فراغها بالاسم الموصول الذي يناسبها، وعليكم أن تركزوا أثناء كتابة هذا الاسم الموصول ولا تخطئوا في كتابته. المكان يتحدث عنه النص هو فناء المنزل، وقد غرست فيه شجرة السفرجلة. تبحث عن الأصدقاء، يمكن أن تمضي معهم بعض الوقت. تملأ الفراغ باسم الموصول مناسب. نمر الآن للتمرين الثاني، أعين الاسم الموصول الذي نطقت لامه وحذفت بالرسم بوضع كخط تحته. تمرين اللذان، الذي، اللاتي، والذين. إذا نركز قبل وضع الخط. بالنسبة للتمرين الثالث، أكتب ما يملى عليه. إذا نستعد جميعا ونأخذ ورقة وساق، ثم قوم بكتابة عليها ما سأمليه، بعد ذلك قم بنقله على دفاتره. وكما العادة، لا ننسى أن نقوم بكتابة الاسم الموصول بقلم أسود، وأصدها علامات الترقيم أيضا بقلم أسود. إذا الجميع مستعد، لنبدأ على غادتك. عنوان النص، الغابة، الغابة أو الصقر. الغابة هي البيئة التي تتنفس منها الأرض. الغابة هي البيئة التي تتنفس منها الأرض. الغابة هي البيئة التي تتنفس منها الأرض. لقد باتت مهددة بالانقراض. لقد باتت مهددة بالانقراض. لقد باتت مهددة بالانقراض. بسبب طمع بعض الناس. بسبب طمع بعض الناس. بسبب طمع بعض الناس. الذين يقطعون أشجارها. الذين يقطعون أشجارها. الذين يقطعون أشجارها بشكل غير قانوني. بشكل غير قانوني. بشكل غير قانوني. نقطة. ويلقون بأكياس القمامة فيها. ويلقون بأكياس القمامة فيها. ويلقون بأكياس القمامة فيها. نقطة. نقطة نهاية. إذا الآن سأقوم بإعادة قراءة النص.
الغابر. الغابة هي البيئة التي تتنفس منها الأرض. نقطة. لقد باتت مهددة بالانقراض بسبب طمع بعض الناس الذين يقطعون أشجارها بشكل غير قانوني. نقطة. ويلقون بأكياس القمامة فيها. نقطة. أعيد قراءة النص مرة أخيرة. الغابر. الغابة هي البيئة التي تتنفس منها الأرض. لقد باتت مهددة بالانقراض بسبب طمع بعض الناس الذين يقطعون أشجارها بشكل غير قانوني ويلقون بأكياس القمامة فيها. وهكذا تكون حصتنا اليوم قد انتهت. نلتقي غدا من أجل تصحيح، وإلى اللقاء.